نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم بالتعاون مع بنك التنمية العماني ندوة بعنوان الترويج لأبرز الفرص الاستثمارية بمحافظة مسندم. بحث الفرص التمويلية للمشاريع التنموية بالمحافظة والاطلاع على أبرز الإجراءات التي تمت من قبل جهات الاختصاص لتنفيذ المشاريع التنموية وكذلك تقديم حوافز للقطاع الخاص بالمحافظة لرفض بيئة الأعمال. نهدف منها كذلك التعرف على الخطط وبرامج الجهات وكذلك تجسيد الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيث شارك فيها عدد من المدراء والمسؤولين في القطاع العام والخاص، وتم التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة للقطاع الخاص وتسليط الضوء على مختلف المشاريع التنموية لتطوير وتحفيز بيئة العمل الاقتصادي بالمحافظة. تأتي مشاركة مدينة محاس الصناعية في هذه الندوة للترويج والتعريف بأبرز الفرص والحوافز الاستثمارية بمدينة محاس الصناعية. يبلغ حجم الاستثمارات مع الربع الأخير للعام 2021 بمدينة محاس الصناعية أكثر من 30 مليون ريال عماني. أقر مجلس إدارة مدائن حوافز خاصة لمدينة محاس الصناعية تشمل الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين، إضافة إلى خصم 50% من القيمة الإيجارية للثلاث سنوات التالية. ونوقش فيها أبرز التحديات والحلول الممكنة لدعم قطاع الاستثمار واقتراح أبرز الفرص والتسهيلات لمختلف المشاريع في القطاع الاستثماري بالمحافظة. تعدد الفرص الاستثمارية يعد من أهم الركائز لتنمية المحافظة وتعزيزها من الجانب الاقتصادي والتجاري والسياحي. عقيل بن عماد الكمالي من محافظة مسندم ولاية خصب.